بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا
وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا